بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم طلاب. محاضرة اليوم هي أخير محاضرة من هاي السنة الدراسية للسلسلة المحاضرات الميديكال مايكروبيولوجي للمرحلة الثانية. محاضرة اليوم راح نتكلم عن البكتيريا الجرام نيجاتيف. احنا أسابيع اللي فاتت تكلمنا عن البكتيريا الجرام بوزيتيف أنواعها وشنو مواصفاتها البايوكيميكال كاركترستيكس وشنو أمراض اللي تسبب. هذا الأسبوع لخصت لكم من أشهر أنواع البكتيريا الجرام نيجاتيف، راح نتكلم عنها. مجموعة كبيرة من البكتيريا موجودة هنا، وأنا يعني ما قدرت أحذف قسم من عدها لأنه أكثرها تحتاجون أن تتعرفون عليها. فلهذا السبب كل بكتيريا قسم مختصر خلت لها وراح نتعرف عليها اليوم. بكتيريا الجرام نيجاتيف مثل ما تشوفون هنا طلاب تنقسم إلى قسمين. أول شيء خل أقول لكم الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي إحنا نصبغها بصبغة الجرام، بس ما تأخذ لون صبغة الجرام لأنه السيل وال يكون ثين، السيل وال مو سميك مثل الجرام بوزيتيف. الجرام بوزيتيف تأخذ صبغة الجرام لأنه السيل وال يكون عتها ثيك سميك. الجرام نيجاتيف كون هي السيل وال ثين نصبغها بصبغة ثانية لونها يصير لون الوردي، فسميناها جرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف قسمناها إلى قسمين، كوكاي والباسيلاي. جميع بكتيريا الجرام نيجاتيف اللي يكون شكلهن كوكاي هن نيسيريا. جميع بكتيريا الجرام نيجاتيف اللي كوكاي نيسيريا، والباسيلاي أيضا هاليوم راح نتكلم عليها. أنا يعني اختارت لكم أشهر أنواع البكتيريا الجرام نيجاتيف اللي لازم أنتوا تتعرفون عليها. أول شيء نبدي بكتيريا الجرام نيجاتيف كوكاي اللي قلت لكم اسمها نيسيريا، الجنس نيسيريا. وأشهر سبيشيزات اللي موجودة بداخل البكتيريا الجنس النيسيريا هي غونوريا والمنينجايتس. غونوريا ومنينجايتس. بكتيريا النيسيريا غونوريا هي سبب أمراض سكشوال ترانسميتد ديزوردر، والنيسيريا منينجايتس مرض السحايا. رح نتعرف عليها اليوم أكثر. الجرام نيجاتيف كوكاي اما اكثر الاوقات نشوفها بشكل ديبلوكوكاي مثل ما تشوفون هنا بهاي الصوره، عندنا اللوكوسايت او الخلايا البوليمورفو نيوكليار سيلز نشوفها داخل هاي الخلايا متواجده داخل او خارج الخلايا بشكل ديبلوكوكاي، يعني ثنائيات بصف اللاخ موجودات. من البايوكيميكال كاركترستيك لهاي البكتيريا هي اوكسيدايز بوزيتيف وهوائيه، بكتيريا هوائيه. أول سبيشيز النيسيريا عندنا النيسيريا منينجايتس. نيسيريا منينجايتس مثل ما قلنا هنا تشوفون بكتيريا ديبلو كوكاي عندها الكابسول وأكسيدايز بوزيتيف، بس هي بكتيريا غير متحركة ونان سبور فورمينج. من الفاكتورات العدائية اللي بكتيريا تستخدمها حتى تقدر تغزو خلايا جسم المضيف عندها الكابسول. والكابسول الشيء المميز داخل هاي البكتيريا اللي الكابسول انتيجينيكلي هيتروجينوس، يعني شنو؟ يعني الانتيجينات اللي موجوده على جدار الكابسول دائما يغيرون نفسهم حتى الجسم لا يتعرف عليهم ويقدر يقاومهم ويقتلهم. فلهذا السبب دائما باكثر الاوقات تدخل لنا هاي البكتيريا بشكل غير معرف للجسم، مثل ما تشوفون هنا انتيجينيكلي هيتروجينوس، وعندها المقدره حتى تغير من شكلها حتى تقدر تنهزم من خلايا المضيف. الشيء الثاني اللي تستخدمها البكتيريا حتى تكون اكثر عدائيه هي البيلاي، مثل ما تتذكرون البيلاي تستخدمها البكتيريا حتى تقدر تلتصق بخلايا بالخلايا المضيف. عزل توكسين، مثل ما تدرون البكتيريا الجرام نيجاتيف طلاب حصريا عندهم الاندوتوكسين والاكزوتوكسين الخاص للبكتيريا الجرام بوزيتيف. فلهذا السبب التوكسين اللي هاي البكتيريا عندها كونها هي جرام نيجاتيف فراح يكون اندوتوكسين، واسمها ليبيد اي اللي هو قسم من اللايبوبوليساكرايد. اللايبوبوليساكرايد اللي هو السيل وول، يعني السم البكتيريا الجرام نيجاتيف جزء لا يتجزا من السيل وول. والانزيم اللي عتها البكتيريا الاي جي اي بروتيز، هاي الفيرولنس فاكتور اللي تخص البكتيريا النيسيريا منينجايتس. طيب هاي البكتيريا وين تواجدها؟ وين موجوده؟ هاي البكتيريا يعني هي نورمال فلورا بالجسم موجوده، يعني 5 الى 15% من الادولتس عندهم هاي البكتيريا بالنيزوفارينكس.
وموجودة جهاز التنفس العلوي upper respiratory tract نقدر نشوفها هناك موجودة. طريقة النقل transmission هاي البكتيريا هي direct contact والدروبلت، دايركت كونتاكت والدروبلت، تنتقل من شخص الى شخص اخر، والانكوبيشن بيريود لها 1 إلى 7 أيام. واكثر ان اكثر سبب المرض السحايا المننجايتس للاعمار السنتين الى 18 سنه هي النيسيريا مننجايتس. طلاب هنا تقدرون تشوفون البكتيريا النيسيريا مننجايتس بشكل ديبلوكوكاي لونها ازرق مثل ما تشوفون هنا، والبيلاي لونها اصفر، داير مداير البكتيريا موجود اللي هي هاي البيلاي تساعد البكتيريا حتى تقدر تلتصق بخلايا الهوست هوسترز. المننجايتس شو يسوي؟ البكتيريا المننجايتس تسوي انفلاميشن أغشية الدماغ، أغشية الدماغ والسباينال كورد. منو أكثر الأشخاص عرضة لهذه المرض ويسبب لهم انفلاميشن حاد؟ عندنا الصغار بالعمر، عندنا الكبار اللي مناعتهم ضعيفة، اللي ضربة برأسهم جاية هيد تروما، اللي كان قبل عندهم نورال سيرجري ممكن هاي البكتيريا داخل المجرى العصبي، الطلاب المكان اللي بيه هواية أشخاص مثل الطلاب الجامعة، مثل المكان اللي الجيش متواجدين بيه، كون هاي البكتيريا تنتقل عن طريق الدايركت كونتاكت نقدر نشوف أنه هاي البكتيريا البريفالنس أو شيوع البكتيريا بهاي المنطقة يكون أكثر. هنا ندشوفون النورمال برين طبيعي ما بي أي مشكلة، بس من البكتيريا تدخل للبرين رح تسوي مرض السحايا أو مننجايتس اللي هي inflammation of brain cells، وحتى ممكن توصل للسباينال كورد. الجسم إذا شخص مصاب بهاي البكتيريا ومن عالجة نسبة المورتاليتي أو نسبة الوفيات 50% لأنه هي بكتيريا خطيرة، فلازم الشخص يتعالج. وحتى إذا تعالج 5 إلى 10% من الأشخاص اللي يتعالجون يعني يتوفون خلال 24 إلى 48 ساعة، وحتى هذول الأشخاص اللي ما يتوفون راح يكون عندهم الأعراض مثل الإبليبسي، مثل الدف، راح يكون عندهم أعراض كون أنه هاي البكتيريا تدخل إلى الخلايا الدماغ وتسبب أعراض خطيرة. العينة من نقدر إحنا نحصلها؟ هي البكتيريا قلنا لكم وين راح تتواجد أكثر شيء، راح تتواجد بالسي اس اف وبالبلاد، حتى ممكن تدخل مجرى الدم نقدر ناخذ العينة من البلاد ومن السي اس اف ويدزونا اياها، حتى ممكن ناخذ عينة من نيزوفارنجيال سواب، سوابها من النيزوفارنجيال ونفحص البكتيريا انها موجودة يا لا. الميديا اللي نستخدمها حتى ننمي هاي البكتيريا 3 أنواع ميديا: البلاد أجار، الشوكولات أجار، والسلكتيف ميديا. المميز بهاي البكتيريا الكلوني، شكل الكلوني، الكلوني يعني إذا نخليه 24 ساعة حجمها يكون صغير، بس إذا نميناها أكثر إلى 48 ساعة حجم الكلوني راح يكبر. لون الكلوني هو جراي رصاصي ويكون شفاف translucent، شفاف ولونه رصاصي، وإذا خلينا فترة زمنية أكثر حجمه راح يزايد. هاي الخصائص شكل الكلوني لهاي البكتيريا. إحنا إذا نصبغ، إذا حصلنا اسمير ونصبغنا البكتيريا راح نشوف بكتيريا ديبلوكوكاي جرام نيجاتيف موجودة ممكن داخل الخلايا اللوكوسايت أو خارج الخلايا اللوكوسايت. علاجها شنو؟ علاجها أكيد راح يكون أنتيبايوتيك يخص البكتيريا الجرام نيجاتيف اللي هي ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين. وأيضا إذا تتذكرون محاضرة الفاكسينيشن قلت لكم أنه عندنا 4 فاكسينيشن ضد الأربع سيروتايبات جدا مهمة: الـ A, C, Y و W 135. هذني الأربع سيروتايبات جدا مهمة وعندنا إلها الفاكسينيشن، نقدر نطل الأشخاص اللي هم أكثر عرضة أنه يصابون بهذا المرض مثل ما قلت لكم اللي مناعتهم ضعيفة، أشخاص اللي يسافرون منطقة هذا المرض يكون موجود، الصغار بالعمر أو الأشخاص الكبار بالعمر، كل هذول الأشخاص نقدر إحنا نحصنهم عن طريق نعطيهم تطعيم ضد هاي البكتيريا. السبيشيز الثاني للنيسيريا نيسيريا جونورية. نيسيريا جونورية هي أيضا بكتيريا جرام نيجاتيف مثل النيسيريا مننجايتس، نشوفها نقدر نشوفها ديبلو كوكاي.
ديبلوكوكاي يعني الثنائية بصف الأخ. من البايوكيميكال كاركترستيك لهاي البكتيريا هي أوكسيديز بوزيتيف وفاستيديس بكتيريا. فاستيديس بكتيريا يعني بكتيريا تحتاج إلى غذاء إضافي نطيها حتى نقدر ننميها. هاي البكتيريا هوائية وتقدر تعيش داخل الخلايا النيتروفيل سيل. الإنسان هو المضيف الوحيد لهاي البكتيريا. ليش إنسان مضيف الوحيد لهاي البكتيريا؟ لكونها الترانسميشن يعني طريقة انتقال البكتيريا من شخص لشخص يكون عن طريق السكس، فنسميها sexually transmitted disorder. هسا أي نوع سكس يكون؟ ممكن يكون vaginal sex, anal sex أو حتى oral sex. ذن الثلاث الأنواع راح تقدر تنقل البكتيريا من شخص إلى شخص ثاني. أول من بكتيريا تنتقل لشخص الثاني الأعراض ما راح تبين عنده، يعني راح تطول فترة بين أسبوع بدون أعراض. فهذا الشخص إذا يكون عنده كام بارتنر ويرتبط بسكشوالي راح أيضا ينقل المرض إلى شخص ثاني. فهم الفيميل وهم الميل راح يقدرون ينقلون المرض بدون ما هم يدرون أن نوعتهم هاي البكتيريا النيسيرية غونورية. هي من أشهر أنواع البكتيريا اللي تسبب أمراض السكشوال ديزوردر. الأطفال ممكن يصابون، أطفال الحديث الولادة ممكن يصابون بهاي البكتيريا حين أنه أمهم حين الولادة ولدت بشكل طبيعي والأم قبل ما تولد ما عالجت نفسها وعتها هاي البكتيريا. فالطفل من يعبر من المهبل راح تدخل البكتيريا بعينه وراح تسبب له أوفتاليميا. أيضا ممكن الأطفال يصابون بهاي البكتيريا، بس هي خصيصا هاي البكتيريا نشوفها عند الرجال والنساء اللي ينقلون المرض الى الاخ. الاعراض مثل ما قلت لكم اكثر اعراض عند النساء، ماكوش اعراض يعني كلش قويه، بس اذا طلعت الاعراض تبين بشكل افرازات مهبليه، افرازات من عنق الرحم، صعوبه البول، وجع البطن، حتى ممكن البكتيريا تصعد من المهبل الى الرحم الى انابيب الرحم وحتى المبايض، وممكن تسبب التصاقات بانابيب الرحم، وممكن تسبب لنا مرض نسميه pelvic inflammatory disease. من أشهر أنواع الأمراض عند النساء الـ PID اللي ممكن أيضا هذا المرض يسبب لهم عقم. الأعراض عند الرجال أيضا يوريترا، عندنا الإفرازات، عندنا الديسوريا من يوم إلى 7 أيام الأعراض تبلش عندهم الانكوبيشن بيريود، وأيضا ممكن يسبب التهابات بروستايتس وأبسة، وكل هاي الأشياء ممكن تبين عند الرجال. اللي راح نشوفه احنا سخونة، راح نشوف فيفر، وجع عضلات، نشوف المفاصل توجع عند الشخص، وحتى ممكن مثل ما قلت لكم أوفتاليميا عند الأطفال اللي حديث الولادة نقدر نشوف الأعراض عندهم. تشخيصها نسوي الجرام ستين، نشوف البكتيريا الجرام نيجاتيف نيسيريا غونورية داخل خلايا أو خارج خلايا النيتروفيل سيلز مثل ما تشوفون هنا. مثل ما نيسيريا من انجايتس عالجناها عن طريق الثيرد جنريشن سيفالوسبورين، هنا هم نفس الشيء نقدر نعطيهم السيفترياكسون، السيفكسيم وأنواع مختلفة من السيفالوسبورين. عندنا الفلوروكوينولون هم نقدر نستخدمها، والجنتامايسين، كل هاي الانتيبايوتيكس تقدر تقضي على هاي البكتيريا. ثاني أشهر بكتيريا اللي تسبب سكشوالي ترانسميتد ديزيز، أول وحدة احنا عندنا الكانديدا اللي هي ما موجودة ضمن محاضرتنا اليوم، بس هي ثاني أنواع بكتيريا مشهورة اللي تسبب سكس ديزيز. طلاب هذا الاسلايد اللي راح اقول لكم عنه، هاي الاسلايدين اكيد راح اجيب لكم اسئله بالامتحان اللي بتقارن بين البكتيريا النيسيريا غونوريا وبين البكتيريا النيسيريا مننجايتس. النيسيريا غونوريا اسمها نسميها غونوكوكوس، والمننجايتس نسميها مننجوكوكوس. النيسيريا غونوريا تسبب لنا امراض سكشوالي ترانسميتد ديزيز، النيسيريا مننجايتس تسبب لنا المرض السيروبوسباينال مننجايتس، وحتى ممكن تدخل مجرى الدم. الشكل النيسيريا غونوريا يختلف من النيسيريا مننجايتس. نيسيريا غونوريا صحيح هي كوكاي وديبلوكوكاي مثل المننجايتس، بس شكلها اكثر ما يكون كوكاي اللي هو دائري، شكلها يصير بشكل كيدني مثل الكليات، اثنين كليات بصف الله موجوده. النيسيريا غونوريا طلاب ركزوا، هذا الشيء مهم، نيسيريا غونوريا ما عندها الكابسولز absent، بس نيسيريا مننجايتس اللي عندها الكابسول.
نيسيريا جونورية العينة من نريد ناخذها، ناخذها كون هي مرض ينتقل عن طريق السكس، اما ناخذها عن طريق الاندوسيرفيكس، ناخذها الركتوم وحتى الفارينكس. نقدر ناخذ العينة ونزرعها. النيسيريا مننجايتس تستقر بالسيربو سباينال فلويد، فنقدر ناخذ العينة من ناكة او دم، او ناخذ سوابها من نيزو فارينكس. لقاح ما عندنا النيسيريا جونورية، يعني شخص ما يقدر ياخذ لقاح حتى بعد ما يصير بهذا المرض. بس النيسيريا مننجايتس عندنا اربع سيرو جروب اللي هي مثل ما قلت لكم اي بي والسي والدبليو 135 عندنا لها اللقاح. نيسيريا مننجايتس تذكرون قلت لكم انه هي جزء من النورمال فلورا، بس اذا الشخص مناعته ضعفت او كبر بالعمر او البكتيريا قدرت تتغلب على الجسم راح الاعراض تطلع، راح الاعراض تبين. بس نيسيريا جونورية ما موجوده اساسا بنورمال فلورا، يعني ما موجوده بجسمنا نهائيا، راح تجينا من مصدر خارجي عن طريق السكس. ودائما نيسيريا جونورية هي تكون باثوجين، بس المننجايتس ما راح تكون باثوجين. مكان دخول البكتيريا لنيسيريا جونورية قلت لكم تنتقل عن طريق السكس، فمكان دخولها اما يكون جينيتال اما يكون اورال او انال. النيسيريا مننجايتس مكان دخولها يعني مكان استقرار البكتيريا هناك ريسبيراتوري. السايت اوف انفكشن تسبب لنا انو جينيتال تراكت، هنا هي تستقر بريسبيراتوري وتنتشر، ممكن تروح بأغشية الدماغ، ممكن تروح بمجرى الدم. نيسيريا جونورية شيوعها كلش هواي، هاي بريفالنس، يعني هواي اشخاص ممكن عندهم هاي البكتيريا، بس نسبة الوفيات قليلة، low mortality. بس نيسيريا مننجايتس شيوعها اقل، low prevalence بس هاي mortality، يعني نسبة الوفيات تكون اكثر بس الشيوع اقل. طلاب احنا هسه خلصنا البكتيريا الجرام نيجاتيف كوكاي، هسه راح نكمل بكتيريا جرام نيجاتيف باسيلاي، مجموعة جدا كبيرة من البكتيريا وتحتوي على جينيسات وسبيشيزات مهمة البكتيريا الجرام نيجاتيف باسيلاي. هاي المجموعة البكتيريا هي اساسا اكثرهن موجودة بداخل الامعاء، وهي تساعد الجسم حتى الجسم يهضم الأكل، يعني بيها منها بكتيريا مفيدة. بس قسم من عدها لا، هي موجودة بالأمعاء وتكون باثوجين، تدخل للجسم وتسبب لنا مرض معوي يعني جهاز الهضمي. أنواعها كلش هواية، أساميها تعلموها طلاب راح تسمعوها أكيد بالمختبر. عندنا الإشريشيا، الشيجيلا، السالمونيلا، الكلبسيلا، البروتاوس، السودومونوس والأسينو بكتر. هذني أنواع البكتيريا، الأشهر أنواع البكتيريا الانتريو بكتيريوسيي. مثل ما قلت لكم قسم من هاي البكتيريا هي أساسا نورمال فلورا، مثل شنو؟ مثل البكتيريا الإشريشيا كولاي، هي نورمال مايكروبيوتا وما تسبب لنا عادة مرض. بس عندنا بكتيريا مثل السالمونيلا والشيجيلا لا، هي باثوجين، يعني إذا دخلت للجسم راح تسبب لنا مرض. هاي البكتيريا ممكن تكون فاكولتيتيف عن ايروبس وممكن تكون ايروبس. هذا اللي هنا الشارت اللي دا تشوفوه قايل لكم انه طريق شلون ينتقل هاي، تنتقل هاي البكتيريا انه الفيكال اورال روت. الفيكال اورال روت واضح اسمها انه شنيه، تاخذ شخص ياكل اكل ملوث، مي ملوث، ايده قبل يعني كان رايح التواليت وما غاسلها، وهو يقوم يطبخ باكل وينقل هذا الاكل للشخص الثاني، شخص يروح يسافر مطاعم بين المدن، هناك ياكل اكل يصير بدياريا، هاي البكتيريا تنتقل الى جسمه. يعني اكثر هاي المجموعه الكبيره من البكتيريا تسبب لنا الامراض الجهاز الهضمي. عندنا البرايمري باثوجين، يعني البكتيريا لازم تدخل للجسم حتى تكون باثوجين، من برا تدخل لنا. تاكلون اكل ملوث شخص طابخه ببكتيريا الشيجيلا، تاكلون اكل ملوث ببكتيريا السالمونيلا، تجيكم عن طريق الاشياء الملوثه. او قسم منها هنا سميناها اوبورتونستيك باثوجين، هي اساسا موجوده داخل الجسم بس بظروف معينه تقدر تسبب لنا مرض، بس هي عاده ما تسبب لنا ديزيز.
أكثر أنواع البكتيريا الانتريوبكتيريا السيئة عندهم فلاجيلا. أي نوع من الفلاجيلا؟ البريتريكايوس فلاجيلا، بريتريكايوس فلاجيلا، يعني جهة واحدة مجموعة كبيرة من الفلاجيلا تقدرون تشوفوهن. ما دام عندهم فلاجيلا فهن موتايل. الوحيدات بهاي العائلة اللي نان موتايل، وأكيد راح أجيب لكم يا سؤال بالامتحان، الشيجيلا والكلبسيلا، هذن اثنين بكتيريا نان موتايل. البايوكيميكال كاركترستيكس اوكسيدايز نيجاتيف وكاتاليز بوزيتيف. الميديا اللي نقدر نستخدمها حتى ننمي البكتيريا عندنا الاي ام بي الايوزين ميثيلين بلو، وعندنا الماكونكي اجار ننمي البكتيريا عليها ونقدر نشوف الكلونيز بها. وايضا عندنا انواع خاصه لكل بكتيريا، مثلا عندنا الميديا اللي نقدر نعزل بكتيريا السالمونيلا والشيجيلا سميناها اس اس ميديا، عندنا البيسموث سولفين ميديا، عندنا الهكتون انتريك اجار اكس ال دي. هذن الانواع الميديات نقدر نستخدمها حتى ننمي البكتيريا المجموعه الكبيره من البكتيريا الانتريو بكتيريا سي. مثل ما قلت لكم هاي كل انواع هاي البكتيريا تسبب لنا مرض معوي. يعني 3 ملايين شخص بالعالم سنويا وفيات عندنا من هاي المجموعة من البكتيريا، تسبب لهم دياريا وديهيدريشن، والشخص ممكن تؤدي إلى وفاته. السورس من تجينا من الجي آي، مي ملوث، غذاء ملوث من التربة ومن الديكينج فيجيتيشن. أول وحدة بهاي الكاثيغوري عندنا الشريشيا كولاي، من أشهر أنواع البكتيريا، هي جرام نيجاتيف روتس فاكولتيتيف ان ايروبس، هي اساسا نورمال فلورا موجوده بداخل الفم وموجوده بداخل الامعاء وتحمي الامعاء وتساعد بهضم الاكل. شلون تحمي الامعاء؟ تحمي الامعاء هي تواجد البكتيريا بداخل الامعاء. اذا تتذكرون انا اشرت هذا المعلومه، تواجد البكتيريا الميكروبايوتا داخل الامعاء تمنع بكتيريا ثانيه باثوجين تجي تقعد بمكانها. يعني بس هي متواجدة هناك راح تمنع بكتيريا الثانية، بس ممكن تكون عدائية. إذا صارت عدائية نسميها opportunistic pathogen، بكتيريا انتهازية انتهزت الفرصة وقدرت تتغلب على جسمنا وسبب لنا ديزيز. 700 نوع سيروتايب هاي البكتيريا عندها، أكثر أنواعها متحركة اللي عندهم بريتريكوس فلاجيلا، وبعض من عندهم الكابسول، مو كلهم عندهم الكابسول. الشريشيا كولاي مسؤولة تسبب ثلاث ديزيزات. أول وحدة وأكثر شيوعا للسببين، أكثر شيوع بكتيريا اللي نشوفها من نسوي فحص اليورين، عندنا الـ UTI اليوريني تراك إنفكشن، هي البكتيريا الشريشيا كولاي. Most common cause of UTI هي الشريشيا كولاي. Most common cause of neonatal meningitis، نسبة الوفيات تكون كلش عالية مرض السحايا بالنيونيتال، هي البكتيريا الإشريشيا كولاي. وأيضا المرض الثاني سبب لنا مرض معوي غاسترو انترتايتس. الإشريشيا كولاي تلتصق بالأمعاء. من تلتصق بالأمعاء راح تسوي مشاكل بالكترولايت الأمعاء، وراح تسوي ديهيدريشن، وراح تسوي ديارية ونيزية ووجع بطن، وشخص ترتفع درجة الحرارة لمدة يوم إلى 5 أيام. دائما من الأشخاص يسافرون إلى مناطق مختلفة ويصير بهم ديارية، إحنا نحتمل أنه تكون إشريشيا كولاي، يعني لأنه أكثر بكتيريا متواجدة بالمطاعم اللي يصير بين المدن. فهذا الشخص فهاي المرض سمى ترافلرز ديارية، يعني الديارية اللي تخص المسافرين من يسافرون بالسيارة ويأكلون أكل ملوث اللي يحمل هاي البكتيريا. نقدر نشوف من أكثر أنواع البكتيريا اللي تسبب ديارية بالأطفال بالبلدان النامية، تنتقل عن طريق أكل الملوث والمياه الملوثة. الديارية تكون مثل الكوليرا، هسه راح نتكلم عليها فايبريو كوليرا بس أخف. ذيش يكون الفايبريو كوليرا، الديارية أشد من الإشريشيا كولاي. المجموعة الثانية من الانتريوبكتيريوسيه عندنا السالمونيلا، أكيد سامعين بالسالمونيلا. البكتيريا السالمونيلا أيضا تنتقل عن طريق أكل، عن طريق الغذاء، المياه الملوثة، الشخص مغاسل إيده ملوث بهاي البكتيريا، ينقل هاي البكتيريا إلى شخص ثاني.
عندنا أكثر من 2000 سيروتايب من البكتيريا السالمونيلا. مثل ما تشوفون الترانسميشن يكون عن طريق الفيكال أورال روت، عن طريق الدواجن، عن طريق الحليب الغير مبسر، عن طريق البرودكتس اللي تحمل هاي البكتيريا. هنا أنا تشوفون برتراكوس فلاجيلا عدها، تشوفون شكلها روتس باسيلاي شكل وفاكولتاتيف أن أيروبس. البايوكيميكال كاركترستيس لهاي البكتيريا اندول بوزيتيف ويوريز نيجاتيف. تشخيصه شلون يكون؟ ناخذ العينة من البلاد، من البون مارو، من الستول، من اليورين، ونشخص البكتيريا، ننميها بميديا خاصة سيلكتيف ميديا ونشخص البكتيريا. اكيد نعطي انتي بايوتكس كون هي بكتيريا جرام نيجاتيف، نقدر نعطي الانتي بايوتكس، واذا يعني تطلب الامر الكوليسيستكتومي عندنا. شلون نقدر نمنع اصابتنا بهاي البكتيريا؟ مو فقط هاي البكتيريا، كل انواع البكتيريا اللي تنتقل عن طريق الفيكال اورال روت نقدر نمنعها عن طريق التعقيم والتنظيف، عن طريق الشخص اللي يطبخ شخص سليم، يراعي النظافه، طبخه يكون سليم، المواد الغذائيه اللي تبقى برا يحفظوها بداخل الثلاجه، وحتى مرات المواد الغذائيه هم تنحفظ داخل الثلاجه. اذا تحمل البكتيريا ممكن البكتيريا ما تموت، لانه ممكن تعيش بريفريجيتور temperature. السالمونيلا عندنا لها vaccination. السالمونيلا تستخدم توكسين الانتروتوكسين والسايتوتوكسين حتى تقدر تكون اكثر ادائيه، تغزو الامعاء وتسبب دياريا. الامراض اللي نشوفها من السالمونيلا عندنا السالمونيلوزيس والثايفويد فيفر. سالمونيلوزيس والثايفويد فيفر. السالمونيلا تايفي اللي هي سبب لنا تايفويد فيفر، او مثل ما شايفين مره او مثل ما سامعين مرض التيفو، شخص عنده هاي البكتيريا ينقل هذا المرض الشخص الثاني عن طريق طبخ اكل ملوث. القصه اللي موجوده هنا أنا التايفويد ماري تقدرون تشوفون قصتها باليوتيوب او تقرون بالجوجل، انه هاي شخصيه كانت تعيش بامريكا وكانت تحب الطبخ وتطبخ للاشخاص، تطبخ للأشخاص، والأشخاص بعد ما يأكلون طبخها كان يصير بيهم مرض التيفو، وقسم منهم كانوا يتوفون. فهم كشفوا السورس أنه هي هاي ماري هي السبب أنه تسوي هذا الأكل، وهي ملوثة بهاي البكتيريا، فمنعوها من الطبخ. فهي قامت شو تسوي؟ تطبخ بمكانات ما حد يعني يعرف عنها وتبيع الأكل. هم أيضا أجوا وكشفوها أنه هي تطبخ للناس وتنقل المرض. بالنهاية هي قامت تطبخ ومنها يكمشوها ويمنعوها، بالنهاية بعدوها لجزيرة بعيدة حتى بعد يمنعون هذا المرض. هي كانت تحمل البكتيريا وتنقل البكتيريا عن طريق طبخ الملوث ملوث اللي هي كانت بإيدها ملوثة، أو عن طريق التنفس تنقل البكتيريا للأكل، وأشخاص كانوا يأكلوا يصابون بمرض التيفو. الباثوجينيسيس للبكتيريا يكون عن طريق البكتيريا تغزو جدار الأمعاء، أو حتى ممكن توصل للليف نود، للليفر، الجال بلادر، وهناك تتكاثر البكتيريا، تسبب الأبدومينال البين والأنوركسيا. تشخيصها أيضا نسوي كالتشر للبلاد أو نسوي كالتشر للفيسز ونسوي سيرولوجي. العلاج لها أنتيبايوتكس، وعندها عندنا الفاكسينيشن. إذا تتذكرون بالفاكسينيشن محاضرة قلت لكم أنه عندنا النوع الكابسولار يقدرون يسوون تطعيم لها. شلون نمنع هاي البكتيريا؟ الفود هاندلينج، طريقة الطبخ لازم تكون عن طريق شخص هو سليم ما عنده هذا الديزيز. نعزل الأشخاص المصابين بهذا المرض كونه أنه ينقلون المرض، ونستخدم الفاكسين لأشخاص اللي أكثر عرضة أنه يصابون بهذا المرض. القصة مالتها ميس مالون تقدرون تقروها، قصة كلش مثيرة وحلوة. زين طلاب، خلصنا الإشريشيا كولاي وخلصنا السالمونيلا، هسه نجي على البكتيريا الشيجيلا. أنا أدري معلومات اللي موجودة بهاي المحاضرة كلش معلومات هواية، وأنا يعني ما تدرون إيش قد حاولت حتى ألخص إيش قد ما أقدر، وهواية أنواع من البكتيريا الإنتروبكتيريا سي أنا ما قلت لها ولا تكلمت عليها، مثل البكتيريا اليارسينيا، واليارسينيا من بكتيريا من أنواع البكتيريا المهمة لسبب مرض الطاعون، بس ما تطرقت لها بهاي المحاضرة كون انه المحاضرة يعني ما اقدر اكثر من هاي اثقلها عليكم. الشيجيلا من البكتيريا الجرام نيجاتيف روتس نون موتال فاكولتاتيف ان ايروبس، موجودة خصيصا عند الانسان والبرايمتس،
اللي هي المضيف الوحيد للشيجلة، جدا شيجلة ممرضة، يعني يكفينا أنه عدد صغير من البكتيريا تدخل لجسمنا وسبب لنا مرض. بعض أنواع البكتيريا مثلا لازم مثلا تدخل 100,000 بكتيريا للجسم يلا سبب لنا مرض، بس بالشيجلة لا، الشيجلة إذا كان الأكل ملوث بهاي البكتيريا ودخلت فقط 100 بكتيريا للجسم ممكن السبب لنا الديزيز. سبيشيزات لها عندنا انواع مختلف، سبيشيزات هنا قايله لكم اياها، ما اريد منكم تحفظوها، بس حفظوا لي الشيجيلا ديسنتريا. الشيجيلا ديسنتريا هي اكثر انواع الباثوجين بهاي المجموعه. اللوكيشن مكان تواجدها راح يكون بالجي اي، الابيديميولوجي السورس مالتها مثل ما قلنا لكم البكتيريا الانتريا بكتيريا سي اكثر يكون اكل ملوث، مياه ملوثه، اللي قبلها الشخص مخاسل ايده، يعني ترتبط بالفيسز والاورال، يعني ممكن الشخص هاي الروت هاي السايكل انه يغسل ايده ويطبخ الاكل ينقل الاكل لشخص ثاني، او يغسل ايده يعني ياكل، هذا البكتيريا بسهولة تقدر تنتقل. الترانسميشن خليناه الأربع أفات حتى تحفظوها طلاب، عن طريق أكل ملوث، food, finger, feces, flies، ذني الأربعة تنقل البكتيريا الشيجيلا لنا. راح يشوفون دم بالفيسز من أشهر أنواع التشخيص لهاي البكتيريا بلادي فيسز، intestinal pain والباستلز نقدر نشوفها حتى نشخص البكتيريا الشيجيلا. الباثوجينيزيس هاي البكتيريا تتكاثر داخل القولون وتقدر تغزو جدار القولون وتقدر تدخل جوه. السم لهاي البكتيريا اسمه الشيغاتوكسين والاندوتوكسين اللي راح يطلع راح يخلي الاعراض تكون اكثر شده. اذا اكلنا اكل ملوث نحتاج الى 10 الى 200 اورجانيزمز تدخل لجسمنا حتى احنا نصاب بكتيريا. شوفوا العدد كلش قليل، الشيجيلا جدا خطرة. سواء 1-7 days الانكوبيشن بيريود لها، راح تبين الأعراض بشكل فيفر، ارتفاع درجة حرارة، كرامبينج، وجع بطن، واترلي دياريا. واترلي دياريا لسبب التوكسين يسبب لنا واترلي دياريا. التشخيص نعزل البكتيريا، نسوي لها البايوكيميكال تيست، نسوي لها السيرولوجي ونشخصها ونعطيها علاج انتي بايوتكس. شلون نقدر نسوي بريفنشن للبكتيريا؟ ايضا النظافه والتعقيم وكل هاي الامور والسيفيج تريتمنت كلها تساعد انه الشخص يقدر يمنع البكتيريا تدخل الى جسمه. عندنا طلاب البكتيريا الكلبسيلا، بكتيريا الكلبسيلا ايضا بكتيريا جرام نيجاتيف روتس نان موتال، وعدها الكابسولز. البايوكيميكال كاركترستيك لهاي البكتيريا لاكتوز فيرمنتيف وفاكولتيتيف ان ايروبس. هي بكتيريا موجوده داخل الجسم، مايكروبايت يعني مايكروفلورا للجسم، موجوده متواجده داخل الجسم، ومهمه جدا الجزء البول، سلامه البول. بس اشهر انواع سبيشيزات لهاي البكتيريا عندنا الكلبسيلا نومونيا اللي سبب لنا ريسبيراتوري ديزيز. الكلبسيلا خطورتها تصير من تطلع من الكولونز وتروح المجرى التنفسي، هناك راح تسبب لنا خطوره وراح تسبب لنا نومونيا عند الشخص. طلاب اخير بكتيريا اللي راح تتعلموها هي البكتيريا الفايبريو. الفايبريو ما اقدر احذف لكم اياها لانه جدا بكتيريا مهمه، مثل ما تشوفوها شكلها كاما شيب، يعني مثل واو شيب، وعدها فلاجيلا وحده. زين ما دام عدها فلاجيلا اكيد موتايل وشكلها يعني خاص لها كاما شيب. هي مجموعه من البكتيريا الجرام نيجاتيف باسيلاي شكلها كاما شيب وكلش مهمه، كلش مهمه هاي البكتيريا. ثلاث سبيشيزات عندنا منها، الفايبريو كوليرا، الفايبريو ميمكس، والفايبريو فولينيفكس. زين لا تخافون، ما اريد تحفظوا لي الثانيه والثالثه الميمكس والفولينيفكس، بس حفظوا لي الكوليرا. الفايبريو كوليرا مثل ما سامعين هذا المرض ينتقل عن طريق شرب مياه ملوثه، الثانيه والثالثه عن طريق اكل السيفود، اكل بحري ما مطبوخ زين تنتقل البكتيريا الى الشخص. الفايبريو كوليرا اهم انواع، اهم سبيشيزات بسلسله الفايبريو. شوفوا شكلها هنا كاما كيرفت او كاما شيب يقولوا لها،
facultative anaerobes تقدر هاي كلش مهمة طلاب تنمي وتتكاثر بتمبريتشر 16 إلى 40. شوفوا الرنج الواسع لهذا التمبريتشر 16 إلى 40، بس الأبتيموم عنده 37. 16 يعني إيش قد؟ يعني ممكن حتى بالثلاجة تقدر تعيش. فبكتيريا خطيرة عندها سينجل بولار فلاجيلا، يعني أنا إذا أنا جبت لكم سؤال بالامتحان وقلت لكم يا بكتيريا عندها سينجل بولار فلاجيلا تقولي الفايبريو كولارا. البي اتش اللي تحبه البي اتش 8 الى 9.5 اللي هو الكالين بي اتش. هاي البكتيريا المميز اللي بيها ونقدر احنا بسرعه نشخصها الدياريا او ستول نسميه رايس ووتر ستول. الدياريا راح يكون بشكل التمن، اكيد البنات طابخين التمن ويشوفون له فوح التمن من ديفور التمن لونه شلون يصير، هذا بنفس الشيء نفس هذا اللون ونفس هذا الوقف يصير عندهم باشخاص اللي يصابون بمرض الكوليرا. السيمبتومز شلون تبين؟ السيمبتوم تبين بشكل صادنلي فجأة، راح الشخص يكون عنده دياريا وراها راح يكون عنده فوميتينج يتقيأ، السخونة ممكن تكون موجودة، نسبة الوفيات إذا الشخص ميت عالج 25 إلى 50%، طريقة الانتقال عن طريق أكل مي أو أكل ملوث اللي يحمل البكتيريا، بس الشخص إلى شخص ثاني ما يقدر ينقلها. يعني إذا أنا بيه فايبريو كولارا ما أقدر أنقل لكم الديزيز، طريقة الترانسميشن يكون فيكال أورال روت. إنفكشن دوز نحتاجه حتى الشخص يصاب، يعني إيش قد من البكتيريا حجمها يدخل للجسم حتى الشخص يصاب بالديزيز، إذا ندخل عن طريق الجهاز الهضمي نحتاج 1000 إلى 10 أو 6، بس إذا جتنا عن طريق المياه الملوثة عدد البكتيريا رح يكون أقل. سوري أنا بالعكس قلت لكم، إذا عن طريق الواتر عدد البكتيريا يجب أن يكون أكثر حتى الشخص يصير بالمرض، بس إذا نقلنا عن طريق الـ 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 الأكل الملوث عدد البكتيريا هي أقل. الباثوجينيسيتي لهاي البكتيريا تلتصق بجدار الأمعاء وتلتصق بجدار الأمعاء من دون أن تغزو جدار الأمعاء. عندها السم كلش قوي الانتروتوكسين نسميه، هذا السم يسوي اكتيفيشن الادينيل سايكليز، هاي ادينيل سايكليز يخلي حجم كبير من المياه تدخل الى الامعاء ويسبب خلل بالالكتروليت الامعاء ويسبب الدياريا الواترلي دياريا الرايس واترلي دياريا. الرايس ووترلي دياريا شنو يحتوي؟ يحتوي على البكتيريا الفايبريو، يحتوي على الابيثيليال سيل، ويحتوي على الموكوس. سيلكتيف ميديا اللي نقدر نستخدمها نقدر نستخدم الثيسولفيت سيترات. وشون نقدر نشوفها؟ نشوف اليلو كلونيز لون الكلونيز يكون أصفر اللي نقدر نشوفها على الميديا اللي إحنا أخضر جهزناها، يعني لون الكلونيز يكون يلو. البكتيريا شلون نقدر نقتلها؟ البكتيريا تموت بحرارة 55 درجة ب15 دقيقة، إذا فورنا المي الملوث وشربناه راح تموت، بس تقدر تعيش بالمياه إلى 30 يوم، وحتى تقدر تعيش على الفواكه لمدة 1 إلى 4 أيام بحرارة الغرفة، وتقدر تعيش بالثلاجة هاي البكتيريا للأسابيع. تشخيص ناخذ عينة من الستول، راح نشوف الموكوس الفلاسك وراح نشوف الستول الابيثيليال سيل وراح نشوف البكتيريا بداخل الستول، نحضر السمير ونشوف البكتيريا، ان عندنا الانريتشمنت ميديا مثل ما قلت لكم نستخدمها، والسيرولوجيكال تيست حتى نشخص اي نوع سيروتايب من البكتيريا موجود. علاجها أول شيء الشخص راح يفقد مياه هواية، راح نعوض له المياه dehydration، بعدين راح نبلش وياه وجبة علاج antibiotics حتى نقدر نقضي على البكتيريا، بس أهم شيء أنه نقدر نحافظ على مياه الجسم، لأنه الشخص إذا يفقد مياه ما راح يقدر يتعالج. الإيجوكيشن هو الهايجين، يعني بكل طريقة البكتيريا شلون تنتقل إنه، لأنه النظافة قليلة، الشخص يأكل أكل ملوث، الشخص يشرب مي ملوث، الشخص يشرب حليب ملوث، كل هاي الأشياء تنقل البكتيريا
إلنا. عندنا vaccination vibrio cholerae لشخص اللي يسافر منطقة اللي هاي البكتيريا هواي تواجدها هناك موجودة الدول النامية أو مكانات اللي صر مجموعات هواية مثل الحاج مثل موسم الزيارات، الشخص من اللي يسافر يطوه تطعيم ضد هاي البكتيريا. وخلصنا المحاضرة الأخيرة لهاي السنة الدراسية.